لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وهنا طبعا مجدي حمزة من جمهورية مصر العربية، ميدالية برونزية في أول يوم من أيام بطولة العالم لألعاب القوى للناشئين. برافو لمصر هذا الإنجاز. هنا صاحب الميدالية الفضية من ألمانيا وهو الألماني هينينغ، الذي فاز هينينغ بروفر 21 متر 94 سنتيمتر. الميدالية الذهبية لهرقل الصغير للألماني مولر صاحب الميدالية الذهبية في رمي الكرة الحديدية للناشئين عن جدارة واستحقاق. إذن في أول يوم من أيام البطولة الذهب لألمانيا، الفضة لألمانيا، البرونز لجمهورية مصر العربية مع النشيد الوطني لألمانيا. إذن انتهينا من مراسم تتويج أبطال مسابقة رمي الكرة الحديدية للناشئين. ألمانيا تفوز بميداليتين في هذه الليلة، الذهب والفضة، ومصر تفوز بميدالية برونزية. أعتقد إنجاز كبير لألعاب القوى العربية المصرية الفوز بالميدالية البرونزية والتواجد على منصة التتويج في أول أيام رمضان المبارك. نتمنى أن تعود الفرحة، أن يعود الهناء، أن تعود السعادة، أن يعود الإطمئنان والأمان والاستقرار للبلد العربي العزيز والشقيق. البلد العربي مصر أم الدنيا، قلب العرب النابض، المركز العربي الحيوي. مصر بطيبة شعبها، بكرم أهلها، لابد أن تعود للوضع الطبيعي الذي كانت عليه. هذا الأمل وهذا الرجاء في هذا اليوم الفضيل، اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. إذن